السلام عليكم. تعيش عائلة تريباش بمدينة سطيف في حيرة كبيرة بسبب اختفاء ابنتها منذ أكثر من أسبوع دون أن يعرف لا أثر ولا وجهة، ويحدث هذا قبل شهر من حفل زفافها. الفتاة والمدعوة نورا الهدى تريباش تبلغ 21 سنة، تقطن بحي شوفلكداد بولاية سطيف. توجهت رفقة والدتها إلى مقر البلدية ثم استأذنتها للعودة إلى المنزل، وبعد مدة قصيرة أرسلت لوالدتها رسالة عبر الهاتف تخبرها بأنها عادت إلى البيت. فكان الأمر يبدو عاديا في البداية، لكن بعد أن عادت الأم إلى البيت لم تجد ابنتها، ولما حاولت الاتصال بها وجدت هاتفها خارج مجال التغطية وسألت عنها في كل مكان دون جدوى. وبدأت الساعات تمر والأيام دون أن يعرف لنور الهدى مكان ولا وجهة، وقضت الليلة الأولى خارج المنزل، ثم توالت الأيام دون العثور على الفتاة، مع تأكيد الأم أن ابنتها لا تواجه أي مشاكل ولا يعرف عنها أي تصرف غريب، بل هي من الفتيات الملتزمات بالبيت ولا تخرج إلا للضرورة. وتؤكد الأم أن نور الهدى مخطوبة وكانت بصدد التحضير لزفافها المرتقب الشهر المقبل، مع العلم أن خطبتها كانت عن قناعة ولم تدخل في خلاف مع خطيبها الذي عبر هو الآخر عن حيرته لهذا الاختفاء، مؤكدا أن كل الأمور تسير بصفة عادية والاثنين يتطلعان لحياة زوجية سعيدة. نفس الشيء يؤكده شقيق نور الهدى الذي يقول إن أخته لا يمكن أن تقوم بأي تصرف غريب وحسب أفراد العائلة، فإن فرضيات أخرى واردة لأن البنت خرجت من البيت بثياب المنزل ولا يمكن أن تخطط للهروب بهذا الفستان، كما أنه لا يوجد أي دافع للاختفاء بمحض إرادتها، وقد تم تبليغ المصالح الأمنية بالقضية والبنت لازالت غائبة عن الأنظار في الوقت الذي دخلت فيه والدتها في حالة نفسية صعبة للغاية ولم تتحمل فراق ابنتها، وقد تدهورت حالتها الصحية خاصة أنها تعاني من داء القلب والضغط. وأما والدها فهو يجول في الطرقات ويتفقد الفتيات باحثا عن ابنته التي اختفت فجأة، وهو اليوم يطلب من كل شخص رأى أن يتصل بالمصالح الأمنية، والكل يتأمل أن تعود نور الهدى إلى بيتها سالمة غانمة دون أن يمسس سوءاً.